سيدة سورية بامتياز هي على موعد دائم مع الإنجاز والتواجد في محطات النجاح، صاحبة الابتسامة الضوئية مثل ما بنوصفها بشكل دائم والنبرة المشرقة التي تخاطب العقل بوضوح وتدخل بشكل مباشر إلى القلب. فرح، عنوان الخبر بيقول: سيدة سورية تحصل على شهادتين بالتدريب القيادي وتشارك بتأليف كتاب مع كتاب عالميين، تصدر مبيعات موقع أمازون الشهير. لنعرف أكثر عن هالتفاصيل وهالخبر، صباحنا استثنائي مع خبيرة التدريب كريستينا كشر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك ومبروك الإنجازات الهيك الجديدة، لنا زمان ما شفناك. يا صباح الهمة زينب وفرح، والله يبارك فيكم. صباح الخير عن جديد، وأول شيء طبعا بدنا نبارك لك بحصولك على شهادتي التدريب القيادي للمجموعات والأفراد أيضا في أكاديمية مارشال جولد سميث الأمريكية، من بعد قبولك طبعا بالمنحة من ضمن 100 خبير تدريب في العالم. خلينا نحكي عن القبول كأول خبير سوري بهي المنحة وهذا الإنجاز الكثير كبير. طبعا إيه، هو فعلا إنجاز بيرفع من سوية قطاع صناعة التدريب بسوريا، وأنا دايما بحب سميه إنجاز سوري، وبهديه أول شيء لبلدي وتاني شيء لكل شخص آمن بقدراتي المحلية والعالمية. سنة كانت صعبة وفيها فوضى بالأزمات عالميا ومحليا، لكن مثل ما أنا دايما بقول وبفتتح جلساتي التدريبية لما عم درب شركات بقول لهم للحضور وهلأ عم نشاركه مع المشاهدين، الأزمات منتشرة حوالينا لكن لازم نتطور ونطور. فنتطور بلشنا من حالنا، فأنا قدمت على المنحة وقلت بدهم ياخدوني، لأنه هن كمان بيشوفوا عندك بدك تحطي كل إنجازاتك بمجال التدريب. فلما جاني الرد ما رح استعمل مصطلح تفاجأت، هو كان متوقع، بس فرحت بشكل اكسترا مضاعف، قلت رح كون قد وقدود. وطبعا هيك درسنا هالدراسات وقدمنا، وكان في دراسات حالات عمليه كيس ستاديز والى اخره، وتم اخذ الشهادتين بعد دراسه صعبه، وكان على فارق التوقيت، بدنا نفيق بغير أوقات يعني. أكيد. خلينا لكن نحكي شوي قديه مهم اليوم قبل ما نفوت بالتفاصيل الحصول على هيك شهادات برفع مستوى التدريب بسوريا، لأنه صرنا نشوف هذا المجال متاح مثل أي مجال. الأخصائيين اليوم وخاصة اللي عندهم هذا الاجتهاد وهي الشهادات اليوم شوية يمكن عم يمتعضوا من بعض الأخطاء الشائعة بمستوى أو بالتدريب بسوريا. تماما. بدنا نوجه تحية لوزارة التنمية الإدارية، لأن هي الضابط دايما لأي شيء برات الطريق الشرعي أو الحقيقي الأصلي بكارنا كار التدريب. فالحمد لله اللي عم استعملتي حبيت زينب كلمة يمتعضوا. نعم، نحن نمتعض وننزعج ونستغرب لما حدا يحصل على شهادة مصدره مزور، مصدره مو ظابط، حتى يعني من برات البلد عم احكي المصدر. فدايما حلو الشيء الاوثنتيك الحقيقي والاصلي، واللي دايما الختومه لما تطلعي عليها تلاقي فعلا هذا الشيء اكاديميه معروفه. انا بفرح بهالشهادتين لانه في لهم نقطه قوه، وانا دايما بحب احكي بنقاط القوه. نقاط قوتهم لهالشهادتين بتدريب المجموعات والافراد على التطور القيادي اللي هو موجود عند المراهقين للناس المخضرمين والناضجين بالحياة. صحيح. نقاط قوتهم أنه ممكن أنا أدربهم للقطاع الحكومي، فهن مسقطين على أي بلد وأي قطاع، مشان هيك أنا قدمت المنحة مع هذه الأكاديمية. أنا رح أدربهم من كل قلبي للقطاع الحكومي وللقطاع الخاص وللجمعيات والجامعات الحكومية والخاصة. فبرجع بقلك لمدراء، رؤساء أقسام، ناس أخدين مناصب قيادية، وبنرجع لطالب بالجامعة بأي سنة كان. هون بيجي دوري كمنسق، كيف أنا بقال وجهها هاي الاستراتيجيات والتقنيات القيادية يلي بتحاكي التطور تبع 2020
كيف وجهها لتحاكي وتبسط مخ طالب أو تفرح حدا أخذ منصب قيادي بالقطاع الحكومي. ودينا إحنا اليوم بحاجة هذا التفكير الصحيح، التفكير المختلف، خاصة إن كان بالقطاع الحكومي اللي تعود يمكن على روتين معين، على أسلوب عمل معين، الإنتاج مبني على راتب يمكن آخر الشهر، ما في هي الطاقة الحلوة اللي هو قادر إنه يبلش نهاره فيها ويشتغل بجد واجتهاد. هلا هذا الشيء كتير حلو لما نحنا منبلش فيه إن كان مع حضرتك وفعلاً بيكون نتائجه ملموسة. الشيء الثاني اللي حابين نحكي عنه بالتفصيل مع إنجازاتك، رح نحكي عن مشاركتك بتأليف كتاب العقل الناجح، طبعا مؤلفين خبراء بمناطق كبيرة من الهند، سويسرا، فرنسا، إنجلترا، أمريكا، جنوب أفريقيا، كينيا وأستراليا، وتصدر مبيعات موقع أمازون. إيه الحمد لله، ومبروك لسوريا كمان. مبروك إلنا فيكي كمان. هذا الكتاب كنت بتمنى أجيب لكم كمان نسختين ونسخة لأستاذ رامي زميلي الغالي، لكن نسختي كمؤلف بيطلع لنا نسخة هلأ على الطريق. طبعا. وصلت وجاية يعني على الطريق، وصلت للبنان، فهاد أنا صورته بالمكتبة لحتى كمان يضل معي لبين ما تجي نسختي الأصلية. تمام، بس تجي النسخة الأصلية حي نسخ أكثر ممكن؟ هذا بقالي في مفاجأة مع وزارة غالية جدا على قلبي، وبتشكر معالي وزير الثقافة لما قابلتها وهديتها نسخة، إن شاء الله لنشوف وزارة الثقافة شو مخبيت لنا مفاجأة لحتى نتأكد من جميع المحاور بتدرب الخبر الحلو، قديش هالوزارة حضارية، كيف تهتم دايما وبتشجع وبتوجه هيك إنجازات. فإن شاء الله هو رح يوصلني النسخة، فبعدين أنا رح سلم دفة القيادة بهالنسخة لوزارة الثقافة إذا بيحبوا يعملوا فيها شيء ميسمن بالياسمين السوري. أكيد يعني ذكرني الكتاب أكيد بمشاركة كتاب عالميين بالكتب القديمة اللي كانت تأخذ صدى مثل The Secret وكلها علم الطاقة، وأيضا كيف أسرار هي النجاح والتدريب. يعني إن شاء الله منشوف النجاح كمان يتكلل بهذا الكتاب بس يوصل. كمان خلينا نحكي عن أهم المحاور اللي تضمن الفصل اللي حمل توقيع كتابك، تحدث عن العلاقة بين التطور الذهني والفرح، خلينا كمان نحكي عن هذا الجانب. صحيح، مثل ما قلتي في عدة كتب مشابهة لهذا الموضوع، أنا أعطيته الضوء أخضر للناشر لما تواصل معي وشافني من شوفي كيف شيء بيودي لشيء، شافني من خريجات أكاديمية مارشال جولدسميث، فقال لي بتحبي تكتبي فصل معنا، فأنا طبعا سألته أسئلة كثيرة لأعرف مين مشارك أي بلدان، بعدين أعطيتهم الضوء الأخضر لأنه بيصب بشغلي كخبيرة التدريب بالتطوير صحيح. الإداري والقيادي وتطوير قدرات التواصل اللي هو العقل الناجح. في كتير علاقة أثبت العلم والطب النفسي بين التطور الذهني و بين العقلية الناجحة والفرح، فرح البسيط. أنا ما عم نادي بالفرح المبالغ فيه يا جماعة بهالظروف الصعبة، لا، كل يوم فينا نفرح الفرح البسيط لما صحيح. تتعودي وتتدربي تبلشي من جوا لا برا، إن كان إنه نكون ممتنين للنعم الحياتية المتواجدة، حتى القناعة بالشيء اللي بنملكه بإيدينا 100%، لما ناخد صحتنا الذهنية والجسدية على محمل الجد، لما دايما نكون مهووسين بتطورنا الشخصي والعملي، لما نرافق ناس أذكى مننا، لما نصبر على النجاح وما ناخده على المضمون for granted، لا، النجاح والذكاء بدهم تطوير دايما. مش هيك أنا برافق ناس من فترة لفترة أذكى مني، ما عم محكي بشكل عام بالحياة، ببعض القطاعات اللي بيهموني وبتعلم منهم، وكلياتنا لازم نرافق ناس أذكى مننا. وبنهي بقصة شجرة البامبو، إن شاء الله عن قريب رح تشارك بفصلي كامل على المواقع التواصل الاجتماعي، مشان كل السوريين والعرب يلي متابعيني يستفيدوا من هالمعلومات الحياتية اللي برجع بقول شو نقطة قوته هالكتاب؟ بيتطبق على كل الأعمار، من طلاب الجامعة لشخص مخضرم بالثمانينات والتسعينات، بيتطبق
بيطبق بأحلك الظروف الصعبة. هذا بده بس نية بالتطور، نية إنه يكون أنا عندي عقلية ناجحة. كثير حلو. والأحلى مثل ما قلتي لما أنا بعترف أوقات إنه في شخص ناجح أكثر مني وشخص أذكى مني، ممكن إيه؟ أنا أتعلم منه، شوف أسلوبه الصح اللي هو سبب بنجاحه، يمكن بيختلف كثير عن أسلوبي، فأنا بهذا المضمار بقدر أنا أكتسب منه. اليوم بتشوفي أنت خطوات النجاح، أول شيء الفرح، القناعة، الرضا، خبرينا أكثر كيف أي شخص بهي الظروف الصعبة، نصائح بسيطة بيقدر يمكن يبلش أسلوب حياة كثير جديد لحتى يضمن النجاح، خلينا نقول على هو قدراته والظروف المتاحة. الشيء اللي بحبه بسوريا المكتبات، مكتبات اللي بتبيع الكتب من كافة الفئات، وأسعارها بعد رمزية وسط هذا الغلاء العالمي والمحلي. أنا بريد من كل موظف قطاع حكومي أو خاص، ومن كل حدا عنده مشروعه، راتب آخر الشهر يستثمر، يخبي جزء، يشتري كتاب. أنا رفيقة الكتاب، وأنا دايما هذا 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 مثل ما بيقولوا سر النجاح، هذا كتير مهم. هذا بتعتبري عملتي دورة، مو هذا اللي عم أحكي عن كتابي، أي كتاب. تاني شيء يقروا كل يوم ربع ساعة. دورات، مراكز التدريبية منتشرة في المحافظات السورية. ايه بريد الناس تستثمر، تدفع كذا مبلغ لدورة بثلاث ايام باي موضوع هن حابين يتطوروا فيه. ليش؟ شفتوا هذا المبلغ اللي استثمرناه بهالدورة رح يرجع لنا اضعاف اضعاف بس نطبق مخرجات هي الدورة. وعدة نصائح. انا بريد الفئة بكير، هي ثالث نصيحة بسيطة، فئة بكير مشان نقرا المقالات يلي بتتعلق بشغلنا، شو نازل شيء جديد، كيف في يطبقه بسوريا، كيف في اذا بيشتغل بمؤسسه بوزاره ببنك بشركه خاصه، كيف في استعرضها هي نقطه التطور مع مديري المباشر، يا ترى بيقبل فيها، يا ترى هيك منطور، منطور مكان عملنا، منطور مجتمعنا، منطور مدينتنا محافظتنا، تطور البلد شوي من هون شوي من هون. فانا كثير فرحانه كمان هذا الإنجاز السوري أخذ المرتبة الأولى بالكتب الأكثر مبيعاً على أمازون بثلاث فئات. أكيد يعني هو موقع كتير شهير، فعلاً إنجاز كتير حلو زينا. أكيد فرح. يعني خلينا نحكي كمان أهمية هذا الكتاب ووجوده بسوريا، وخاصة أنه المشاركة فيه من خبيرة تدريب سورية، ووسط هذا الضياع بخاصة عم نشوفه عند الشباب الأكاديمي بسوق العمل، وايضا بيمكن صقل المهارات والخبرات والتدريب، قد ايه مهم اليوم في اسرار للنجاح وتصويب الاهداف مثل ما بيقولوا. حبيتوا السؤال كمان بالاضافه كل اسئلتكم، يعني ما شاء الله عليكم. ايه هي اكثر، خلينا نروتش كلمه اسرار، نقول هي تقنيات واستراتيجيات وادوات وحلول تطبق في سوريا وعند السوريين. هي نقطة أوتو. أنا مبسوطة الحمد لله أخذت البركة المعنوية والضوء الأخضر من وزارة الثقافة، ومعالي وزير الثقافة موجه لها تحية دكتورة لبانة مشوح، أنه الخطة العمل تبعي أني أنشره، نبلش بكذا فعالية بمكتبة الأسد الوطنية. حلو. لأن عم نحكي كتاب، عم نحكي مكتبة الأسد الوطنية. أكيد. هن توأم الروح بهالقصة. ما رح نعبي مدرج مكتبة الأسد، طلاب الجامعات الحكومية والخاصة، هذا من نسقه مع مدير مكتبة الأسد أستاذ إياد مرشد، وأيضا كمان مراكز الثقافية اللي أنا عزيزة علي، إن كان عدوي، كفرسوسة، مزة، أبو رمانة، أي مركز بأي محافظة أيضا، بس كون متواجدة بالمحافظات لدرب أي شركة، رح أعطي ساعة ونص نسق مع مدير هذا المركز. وبدنا كمان ندعي الناس بآلية معينة ويعبوا مدرجات. هذا الكتاب الفصل تبعي عم بحكي، ما بقدر أقرأ كله ده 10 ساعات. هذا الكتاب مكانه للناس، ومثل ما ذكرتي للطلاب، لناس بلدي، لجمعيات من مختلف اختصاصها، للجمعيات. خلينا نعمل لقاءات تفاعلية. أنا ما رح حاضر بفصلي، ما كتير برغب كلمة محاضرة، أنا بدي أعمل لقاءات تفاعلية مع ناس بلدي، لأنه أنا مدينة إلهم،
بانه شاركهم بهذا الفصل ونتناقش فيه بطريقه حضاريه. فنعم خطه عملي رح تكون لهالست اشهر الجايه مشاركته مع الناس. أكيد خبيرة التدريب الاستثنائية كريستينا كشار، شكرا لك، شكرا أنك موجودة معنا اليوم، وهذا الإنجاز السوري اللي نحن أكيد بنشوف حالنا فيه وبنرفع رأسنا فيه، شكرا لك. شكر موصول لكم. شكرا لوجودك معنا خبيرة التدريب كريستينا كشار، وأكيد يعني أنت نشطة أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، عم تخلقي هي الحالة التفاعلية بأي مكان أو مركز أو مؤسسة موجودة فيها. بنتمنى لك التوفيق، وبنتمنى فعلا يكون آلية عمل تفاعلية بهذا الظرف اللي عم نمرق فيه بسوريا تطبق وتكون ناجحة وإلى هيك أثر على المدى البعيد. شكرا لوجودك معنا. موفقين، دركم خضرة. شكرا لك.